جربي اختراعات واعملي ترندات، بس في الاخر هترجعي لصينية الجلاش اللي جدتك ومامتك كانوا بيعملوها لنا زمان. تعالوا النهاردة نرجع للزمن الحلو القديم دوت ونعمل احلى صينية جلاش بس بطريقة جدتك ومامتك، ويلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنبتدي بيها هي كوبايتين من المية. كوبايتين المية هنضيف عليهم نص ليمونة ومعلقة كبيرة من الفانيليا، هنضيف عليهم كمان كوبايتين كبار من السكر لان انا عايزة السيرب هنا معانا يبقى تقيل مش عايزة خفيف. هقلب تقلبتين لحد لما السكر معانا يدوب، وفي الوقت دوت هترفعيها على النار مدة لا تقل عن 12 دقيقة. تمام، بعد ما السيرب كده يتقل هتشوفيه معايا دلوقتي هيبقى شكله عامل ازاي. هتروحي تجيبي عندك صينية حلوة او طاسة وتبتدي ان انتي تكرملي فيها معلقتين كبار من السكر لحد لما يوصل معاكي للنتيجة دي. في الوقت ده كمان هتضيفي لي المعلقتين دول بعد ما يكرملوا ويبقوا كرمل معلقتين من الزبدة او السمنة. هتبتدي ان انتي تقلبيهم مع بعض لحد لما السمنة او الزبدة تدوب، وفي الوقت ده كمان هتكوني محضرة شوية مكسرات. اي بقى مكسرات عندك ضيفيها، اللي بتحبي ضيفيه، اللي ما بتحبهوش ما تضيفوش. انا النهارده مثلا ضفت مكسرات، جوز هند، زبيب، سمسم، وضفت كمان معلقه صغيره من القرفه. القرفه هنا هتوديكي في حته تانية خالص وهتحسي ان انت بتاكلي كده حاجه غريبه بس طعمها حلو قوي. تقلبتين في التانية لحد لما تشمي ريحة تحميصة المكسرات الحلوة دي وتقفلي عليه النار خالص. بتحضري بقى البايركس او الصينية بتاعتك، وعادة زمان كانوا بيعملوها في الصواني الالمونيوم، وانا بفضل ان انت كمان تعمليها في الصواني الالمونيوم لانها بتدي نتيجة حلوة جدا. هتعملي طبقة من السمنة او الزبدة وتروحي جايبة لفة الجلاش بتاعتنا النهاردة دي، وبعد كده تفضلي بقى تعملي رول. خلي بالك معايا وانتي بتفردي الحشو اللي احنا عملناه النهاردة ده، يعني حاولي تسيبي سنتي من الحرف ده وسنتي من الحرف ده، يعني ما تعمليش الحشو من على الاحرف علشان الحشو ما تقعش منك. تاني حاجة بعملها ان انا ما بعملش رول لقطعة الجلاش كلها، انا بقسمها على نصين لان انا مش عايزاها تبقى سميكة معايا، انا عايزاها تبقى خفيفة ورقيقة علشان تقرمش كده والطعم يبقى ايه جميل قوي قوي، انت هتشوفوه معايا دلوقتي. بعد ما بخلص الكمية كلها بروح في الوقت دوت اعمل طبقة برضو من السمنة او الزبدة. وخلي بالكو اي نوع من الحلويات عايزين يطلع طعمه حلو استخدموا له سمنة بلدي، بتدي طعم حلو قوي قوي، ده يعني لو متاح عندكم. في الوقت ده كمان بيبقى الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 120. هتبتدي ان انت طبعا تقطعيها قبل ما بتدخل الفرن، وعايزاكي كده ايه وانت بتضيفي السمنة تبحبحي ايديكي كده شوية. ده السيرب بتاعنا بعد ما بيطلع طبعا وهو سخن حالا، بتضيفي ليه معلقة كبيرة من السمنة، بتدي طعم حلو كمان وبتخليه غني كده معايا. وتدوبيها، واول لما الجلاش بتاعنا بيطلع من الفرن على طول تنزلي عليه بالسيرب اللي احنا عملناه، ولازم حاجة من الاتنين تبقى باردة وحاجة سخنة، انت بقى بتختاري، بس الافضل طبعا ان الجلاش بيبقى سخن والسيرب هو اللي بارد. وكلي بقى وادعي لنشوتك حبيبتك، وقوليلي بقى دلوقتي حالا تسلم ايدك يا نشوتي، حاجة كده هترجعوا بيها لزمان وطعم زمان وحلويات زمان الجميلة السهلة البسيطة اللي ما خدتش مننا وقت، وغير كده وكده على قد الايد. اتمنى كلكم ان انتوا تعملوا الجلاش الحلو بتاعنا النهاردة وتكتبوا لي رأيكم كمان. انا كده خلصت فيديو النهاردة، لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم قد كده. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع